كان نجد داون إنسان وتلفشين كقارن كسوماليات برامج كداون إنسان وبرامج كني أها رمضان كأي دنيا برامج كرمضان كأي دنيا عا وحنقص وقلن دورنا شركة كوساب سن عبد الناصر محمد داهر أهويل سوماليات وكده كان دل كني كي يجراهن مقالة نيروبي عبد الناصر شركة دي س إيو ما دام أنكو جرنا بالبركة سنة رمضان وحن ربنا إن دول استأجنو ما دام أوكلي ونولي هاي وهاي دتك سومالد أتقانو إسكابولا دا يا عن تدا أوكاريا حجيبو قبل لا بهوشي سنة المعلومات كا يا كوساعدة وحق الله صدق كلا برامج كينا قب كأه فاضم أحمد أو أه كبر سوماليات أو كان عصت أه أو إيبيس وحيا بها استعمالان دتك سومن سدا أفركا يا عشوين كا يا عبتان ذا ففود فاضمو أيام حربنا أيضاً إن الشركة ذا عاو هل كان إن كلوا ذاقنو وحنا إن كدو ويا عبد الناصر محمد داهر إيه فاضمو سود هذا طبعا وحنا إنه صورت الشيء إن كتبوا قرنه ودكني هي عبد الناصر محمد طاهر أهوي لأن يركب لي جيس نور سيدان هروس وشجني. عبد الناصر مركز صباح الصوقع وبعد استاك كدي بنوره وجد قلاه الملمد كيسة ودياري وعنتها مركز الجارة أفرقة. برامج كني رمضان كي الدنيا وحن ما أنت نصيب ويا لنا إن البرامج كا لكل النو عبد الناصر محمد داهر أو أكبر ذا دا دنيرة ذا كل دكان مجاد نيروبي دنيرة ذا سو أهقوا إسقاط النول أما إسومالد أتقانو إسكابلو عبد الناصر وانكوف رحسن هاي إن كل النو كسودو برامج كا القفك مسلم كا يبش بركة سنة رمضان أجد ولا أقول هاي. سيدان أجن هاي عبد الناصر وحاجر تدا ليرفع ربضن أو كل قان دل كان كينيا. صح. هو أصلا نولين فمن كذا يو قوسس كذا. إسكودن نول. سيدان مركب بيشان بركة سن رمضان إسامن كوي على تي مكلا فيريو حاجة نولشة كوي توب بلاد الله جا بين المقاحي أما وح كعوني جرتي سكورة بقاب نولات كذا إسبدل كذا كوي إمالي. عقبات بدن وجران إسبدل نولين وجران. مركز إنك إسكابولا لوفرش إسكابولا حاوا وحام عقولا إنه كويتون بلاد يا بف أنت سو في ميلو كلا وحلسو عناي أما في ميلو كلا وقود تجاي عشاء قراء قدو مخاد كلا مخاد أسكفوا الكرة لكن مركز أيتها هي رمضان وكلا عقبها كوب حك دلنا يعني سجل ساعها بين مركز سعرته وكلا تعيدنا أجر كلا على أم بقى مخاد قاعد وقت كان ساعة عيتي إنه وحر المركز هذا قاعد عنده كسمي ست أم مركز أفرقة كرسيني ست إسكولا كرسو أو ملقو كسحوره أنا بطلت بس عمز دي ساعة صرفتها كرسو قفل بسو مركز أو ماري سكري كو حرمتها مركز أنا كأهانتي دليل أهانتي ده وحين أنا كرسنا دليل أنا هاي نمب مالو جكيس كخوريا نور مالنتسو حساب ساء مالنتسو حالة غربة أفرقا كأيقون عن إنو حبي سو مالنتسو حوفي عنو كلا سيدة وحان الأسود دير سوكال أو أهلا مركز أسوأ ساعي عند ناس بقى هذا وما سنت هاي مركز اللي يراه هذا أرت النرال وهذا وأذكت هاي سيبه مركز اللي وصي جرو بالعبادة أه بالرمضان لقيا بما أنتو لن أديكو صنيت إن أي كوسو أدى سيدة الشيكتي نحرك فربضان وحجر أساق هذا ولا لا هذا هو قولي قولا لقن ما دام كوشينكي إيو عند كرنت أرت مركز ورسا إسكتين نوعا أن كرنت أنت في ملكي لجي ورت وحبي مكسين لكن هذا في وشان إماتك مشان وحاوي الحين قلت إن أمالنتي الحساب صدق وأمالنتي الأنجلو ما يوحبذن واحلينا لكن وحبذن بك فهمين وحبذن كوا أمركن يدي بكبر نساء صح ما دام أي بشه بركة السنة فبدان لوجور شان شاكتين إن أي قف والبا أي مالن أي لا ذا هاي أسبوعي ما يقمن لنا كوس آدم وورسا أسبوعيا ما إني سدح إنه كنت قلنا هاي ودريم كرت أمركي لا بها بينها بيزدع هذا حساب سيس هذا حساب سني وتضوده هبين والله بها بينه كميدا كوسو هذه سأمها ألها بينه كميدا أديت وما سنت هاي إن عاو كلا مرك هدي أنا سوق هذا إنه مش بركة سنة كبدانا أي معلومة أقول هي الوجرو يا كو قرن مرك أفكر إن الصمينة سبسي صرفت
أفر يسعر عوارس كلام فانتي. أوكي. أنا عبيره. ده وضيال وما سنتين ولي وعن كوب دجرنا برامج كأني أنت بنت أها رمضاني كأها أكو ساب سنة نلاش قف كمسلم كأه إن عاو برامج كأنا نوح مرتبك أصلاً هراء وشجني عبد ناصر محمد داهر نوح عن أرك دورنا مرك عاو أفر كأسجع كوب قرصيدون وش شجعي أفر كأوسمن دورنا يو إلا إن شاء الله تعالى إلا سحورته يو قبل ولد كيس وياي وأنا ود أرك دورنا ندو إلى إن شاء الله. عبد الناصر ayaan waxa la kulanay asagoo ku qoran caawo ama leh kaalintii cunta karinta. بسي waxaa soo dhaw waqtiga afurka عبد الناصر sida u jeedaan wuxuu ku jiraa kushiinki wuxuu diyaarinayaa cunto sida noo sheega caawo asaga ku qoran cunto diyaarinta عبد الناصر maxaa diyaarinaysaa caawo caawo afurka نو باستا كرنا فانت هاي باستا تدرنا مسحاوة مكروني تدرت وكذا لنا لكن مكرونا ينسك ديو فانت ما شاء الله لاني هذا لكن حي عمره بالشيء يعني الناس نسكو في عنا عن تكرنتا كورن بعديك أمي سنتها هي نكو في عنتها عن تكرنتا ما أنا أنت وحرب كل كلام فانت وخلاشنا ريتشكس وكلنا هاي داود سودو عبد الناصر وحوك جرا برامش ديارنتي سو عن تكرنتا أفرقا إن شاء الله أفرق وديار عاوة تجاوب دونا وانسل جوج دونا دو إلى هذا شغلة تسكوا الله ما سنتها إن شاء الله thank you ما سنتها داود يعني هاتنا وقت دار يدل در ودياري أفرقي مركز حافته وعوضه كله فلك يفديه نوبرك يسوي أنا دحره أنا وسيجي يدو كجرا سر سعرونكس بدل كويس كبدين هاي سيد إن شاء الله عمات ملاحنا لو يتون سعودي أبا فارس أمانا أرس منا وحاوي جكا كودر هذه شخص أنت جلسي دليرة كون هاي نبى مالنس وترسام مالنس وجكا الجلا وحاوي جدول كي أو لو كويتون كبدين وصودا في أو هاين هديرتان جدول كسو حاوي بين بس كبدلا أنت مثلا أنا أهم waxaa wasaas oo saameen oo u sii yeeshay maalo ma sha Allah bisha Ramadaan ka bil bisha barkeysna aan suugini oo noo imaatay ilaa waxaan ka dareejinaa in sanadana u dhamaato Cabdinaas roo ma santahay waxaad sheegtay in 19 bilood qaab bilow noola qaab ahaan bisha Ramadaan loo nool yahay maxaad xusu ka tahay dulahan Cabdinaas markuu waaga bariyo ilaa gabal ku dhaco nolosha iyo isbeddelka ku imaaday iyo hoolahaada shaqo نيو سينو او فودهي كويتون بيو هادو سودا فسينو او اكانيسا ماركا ان دوو صباح هابينك ماركا ليس حنا صباح دو عاسو كاينا هاديا وقتيدا او وقتي هور ارورتا 12 صباح نو ارورت ماركا سو كانو صلاه دكنو كتاب قران اخرستا ماركا لي غارو اديغا دوردي ميلاس صحا واي مساجدكا انا ودكنا اسكو سو لاونا خوغانا سنان فهمسا dan yar ahaan taraq in ilaadu iyo xabas maaska dhidina ka baad waxaan sameynaa adiga galbtii ninka afar ku qoray jikeedo gala inta aan kastaani amaant ku qoray marka waa ka saa jidulkeen saas mu dheero oo jidul isku kokoon sina u dib madan sina u fudo maana ma maasantahay waxaan rabnaa inaan dub istaagno nolosha Cabd Naasir aan la wadaagno kaneerada saacada sida loo qoray markii waxa sheegtay
waa dareemi kartaa dhalinyaro markii liyahay haddii maanta lagu afuro biriis ma naqanayso sucuurta biriis ma naqanayo waxaa waaye cunto bedelan baa ma sameeya amba baasta kugu qoraanayso amba waxyaaba kale markaas isku fahma jikada u gelaysaa marka maalintaada wax walba markaas oo lasoo gaamaya way karinaysaa wax adiga guunaha u qabsataa karinaysa ma jiro نيو باستا كوكوراي وين كلي سعورة محاواي إن جد الكديون لسمينا فنا غني سانا أما سنتا ما كيل لسمينا ما كأفر لسمينا أما عشرة لسمينا إلا نهبين كي سعورة عبد الناس بتوقف تاني سعورتي أفر إلا سعورة مثل بحيس عبد الناس بتوقف تاني أحد اللي ويديه من سؤاله؟ marka aan furno waxa sameynaa ilaa aad yaabar ilaa fiid ka soo joogna ka bacna askaadna taraawixda waxa ka soo laabana dhalinyar ahaan tarakh iyo turub waxa saadana waqti iska soo lumina ilaa suurta ku sugina waxa ka saa wa ma santa aad banaas marka caqabad nooc ah yaad kala kulanta inaad raashinka diyaariso ما هيلي صرت قف كعاوي أو أنت بيا يساق وهيلا جرجرنا إيو بنان كأودي دفك إيشي شدي مهليس وحال بحاوى إن هذه ماركنو إسكا أوضة قفستا مرن بحاوى دفك هذا الشيء ذو سليدة صار جرجرو وحال بحاوى وعقودة دش كسر مركو حاوى إنه والبو إسكي سنفهمت عقودة أني ساس وين أو لا كفرت مجرى وما سنتها مركو عدنا سامن وعي هاي وقوية شيء رمضان كمعدام أتا قف إسكي سنور saameynta waa iska badiyin waxaa macquula adiga 11 bilood hadda la soo dhaafay in aad ahayd nin oo kharaabo ama markina ehel waxaas oo la soo cuntay oo wax la soo cuno adiga ka bacda xaafadda isu hooyday isbeddelkan aad imaanaya wuxuu yahay oo had imaaday inuu soo koray haddii aan dadka iskid u nool oo iskid xog karsado xaafad guriga uu degan afurka waa in adiga xaafadda ku sameysata xaafadda ka afurtid سحورة أبانيسا سحورة عيد مقرقرة عيسى عيد مقرقرة قبيلة عيسى قال سعوه هذين مهردي سألوك كوب كوب بدأ أسيستو بعام معقولة حتى هذين ذكر إن ماركينو موت كأرق شيء الوجود يستو أم بألبوك كفور موال مركا وحاوة عقبة سكر لسا ماركينو يسوي نوقف سنبو حاسمينا في ذرة وحنا كسنا أنا جا مكو في ذرة وحنا أنتين وما سند هاي إيه ما شاء الله وحاوة ودك هذا وصلنا تراويحنا هذا ما شاء الله انت كلك صارت محاوا وقت يسك دنيره دوا وما سنت عبد الناصر من فوق حكم انت دنيره لا اسكو كنول كنول ودن كان كين كرام مغاده نيروبي صح عقبت نوعي اكثر ايا كلا كلون تا مكا ودن كان اد كنول شهي كينيا ودن كان محاوا مركا ادلك كلو اجوجتيد وحا معقوله ان ادي في ميل نو شهي او وح او ما انت فكريس امبا او جيكا وح سيس جيرن marka la wada imaado maqribka inaad dhinkaad ka yimaad dhinkaad wax ku cuntay marka aniga kala dhaniyay asaag ina kala aniga waxaan noo sii dheer marka aniga inta kala aan joogno dalkaan kala aan joogno waxa waa cid mutugin waa ina aniga karsanaa waxaan aniga cuna caqabada sameeyay caqabad kala dirta aan dalka aan kala kulmay jirto okay aadna sir waxaan maasantaa maxaa ka rajaynayaa marka insha Allah inuu ramadaankan sanadkan uu ku noqdo sanadka waxaan rajaynayaa inuu sanad u dambeeyo aan barka aniga aan karna shaqsiyadii ama tan jikada u gala سنك قدام بإنا نقطة إن شاء الله رجينا أو سنك سنة كحجو نعنتي يسوع ديار سن بوشي سن إيه أفرت المركز أنا هذا حافظ أنك قفت إن ماركينا وداد وحل سار إن أولا كان هذا كان يسوع دعية الناس المرتب أنتم وسمي وكد بالعفرة بحيابها وسمي وحاكم إذا إن جرجة وكد بنية هاي مجال النيروب اسمه هذا غير ساحب الإنسان كاشو وقت بفقاتان اللي عبادة كذب بسم الله وعدك يا توصل صوتك بس وحكى صوتك لي بس نعم
dhaqan dalkii Kenya gaaraan magaalada Nairobi waxa ay ka mid tahay faaduma ganacsatada Soomaaliyeed ee ganacsiga loo yaqaan cuntooyinka fast food-ka ku iibisa magaalada Nairobi gaaraan xaafadda Islay. Faadumo sidoo kale waxay xustay inay tahay ardayad barata jaamacadda Gelinno shaqaysata Gelinno waxbarata. Faadumo sidoo kale sheekadeedu waxaa ka mid ah inay ka soo bilowday ganacsigeeda qaybta ugu hooseysa haddana ay marayso meel aad u fiican. Faadumo ayaa sidoo kale waxay gabdhaha asaageeda Soomaaliyeed oo aan shaqaysan ugu baaqday in la shaqaysto, waxayna u rajaysay insha Allah tacaala inay horumar ay gaari doonaan haddii Ilaahay iraado, maadaama oo shaqa ay Soomaalidu tiraahdo shaqa sharaf leh, shaqada ceeb leh. Maanta waxaa barnaamijkeena Ramadaanka iyo dunida uu soo booqday Faadumo oo ka mid ah gabdhaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi xaafadda Islay. Faadumo waa gabar ganacsata ah. Faadumo, marka ugu horeysa waan kugu soo dhaweynaynaa barnaamijka dunida iyo Ramadaanka ee telefishinka qaranka Soomaaliyeed. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Marka hore dhammaan muslimiinta meel bay joogaan waxaan leeyahay Ramadaan kariim, allah naga dhiga soonka soomannahay kuwii laga aqbalo iyo cibaadada samaynayno. Maasha allah, mahadsantihiin sidaa noo soo booqateen. Magacaygu waa Faadumo Axmed, waxaana ku noolahay dalka Kenya gaar ahaan Nairobi, waxaan ka ganacsanaa meeshan. Marka maasha allah, saas weeyaan. Faadumo, waxaad na sheegtay inaad ganacsiga ku guda jirto, ma noo sharixi kartaa ganacsigaada iyo waxyaabaha uu ka kooban yahay? Horta meeshan waxay ka kooban tahay waa cafeteria ama macmacaan, waa meel oo cabitaan iyo lagu sameeyo fruit, ice cream iyo milkshake iyo cabitaanada kale oo sajalka oo xiran. Sidoo kale waxaa iibinaa keeg iyo waxyaalo kale oo badan. Sidoo kale waxaa iibinaa waxyaalaha yar oo la cuncuno, xanjooyinka nanaca iyo waxyaalahaas iyo waxyaalaha gabdhaha u baahan yihiin. Meeshan waxaan dharkeen wax kastoo la cuno waahayna maasha allah. Maasha allah, waa mahadsantahay Faadumo. Marka laga soo tago waxyaabaha iibisaan, waxaan kugu jirnaa bisha barakeysan ee Ramadaan, waxaan soo dhaafnay 11 bilood. Isbeddel nuucee ku imaaday ganacsigaada maadaama aad 11 bilood aad wax iibin jirtay, haddana bisha Ramadaan lagu jiro? Maasha allah, isbeddel weyn ayaa imaaday oo sidii markii oo la soomaneen iyo sida hadda marki la soomanayo isku mid maba noqon karto. Marki la soomanayn waxyaalo badan baa la sameeyaa meelaha hoteelada, balse soonkii sidaan wada ognahay dad muslimiin baana wada sooman, hal waqtiun baa laga yaabaa inaa maxay eeday waxa aad loo iibsado. Waqtigaasna waa waqtiga iftaarka ama afurka la afurayo. Maasha allah, waxaa kusoo kordhiyay meeshan marka hore cunooyin aan ku samayn jirin quraac iyo waxaas, maadaama ay soontahay quraac la samayn karin. Meesha waxaa kusoo kordhinay timir iyo waxyaalo kale oo fudfudo yar sida sambuuska iyo nafaqo ukun lagu dhex daray, bijiyo Soomaali, mashmash iyo waxyaalo kale oo kala duwan, mandaziga ama burka sida u taqaaniin. Marka maasha allah, waxaas sameynaa cabitaanan wey yaalaan fudfudo sida liin macaanta ama orange sida u taqaaniin, cambaha, qaraha, cananaaska iyo cabitaano kale oo kala duwan, caano milkshake hataa waa sameynaa. Marka saas weeyaan. Waxaan kusii jirnaa marka bisha barakeysan ee Ramadaan, saan hore u sheegnay cuntooyin kala duwan oo aad soo kordhiseen, meeshaada aad kusoo kordhiseen waa noo sheegtay. Marka laga yimaado afurka, ma jiraa cuntooyin kale oo xilliyada kale aad sameysiin sida cashada oo kale iyo waxyaaba iska fufuud? Horta meeshan waqtiga oo maxayeeda sida maahan hoteelada banaanada ku yaalaan oo ma furnaanayso ilaa habeenkii 4 saac ama 3 saac ma furnaanayso. Meeshan anaga waxaan xirnaa 2 saac qofka u dambeeya waa inuu suuqan ka dhexbaxaa. Marka saas maadaama ay tahay dadku cunooyin fudud bisan u sameynaa sida sambuuski ay idin sheegay, waxyaalahaas fudfudud way naga iibsadaan iyo maxay aheeday nafaqada, cabitaanka, timirta, dadkana kulligood guryahooda ka imaadeen. Marka intaas wax yar saa u cunaan way wada baxaan guryahooda ku laabtaan oo guriga ka afraan iyo fruitka iyo ama ay ka casheeyaan. Afurka fudud waa intaas, sidoo kale kafeega sameynaa, shaahna waan sameynaa. Marka cunooyinka fudud un baa sameynaa oo markaas qofka maxay aheeday ilaa cashada uu ku gaari karo. Waana maasha allah, kastama waa haysanaa, waynoo imaadaan way naga iibsadaan dadka kastamkeen oo meeshana la degan iyo dad kaloo banaanka imaadaanba alxamdulilah. Waa mahadsantahay. Waxyaabaha marka laga imaado adeega dheeraadka aad soo kordhiseen iyo bishan barakeysan ee Ramadaan, caqabad noocee ah marka aad kala kulanteen isbeddelka ku imaaday bishan barakeysan ee Ramadaan iyo bishii bilooyinkii ka horreeyay adeegyada aad samayn jirteen, ma jiraan caqabado aad kala kulantaan marka qaarkood? Dhibaato ma? Caqabado. Okay. Horta meesha markii shaqo la dhaho mar walba maxay ahayday waa challenge waa arkaysaa maxay ahayday, balse alxamdulillah waxaas looma joojiyo, hor unbaa loo socdaa un.
وايس اد واليس اد كيا ولا سي سودا انغا ساس ايت وايس اد كينا ان انغا و وخي مخي هيداي كعج جيدينو با خوق قبانا sababta waxa u baahanahay qarashka waa inaan shaqeynaa oo si fiican u shaqeynaa marka caqabadahaas dhaw waxa ku yilo walaalay lacagta sameeynaayo ma sha Allah een faadumo waxa kamid tahay gabdhaha Soomaaliyeed ee ganacsatada ah een aan dalkii ku nooleen ee dal qurba ah jooga een caqabado qaar kood oo iska jiri karaan marka qaar kood een hadii la yiraahdo xagga sharciyada iyo waxyaabaha ganacsiga ah een marka kale higsigaada marka ma hadafkaada meesha aad u socoto oo aad isleedahay waa gaari doontaa maxay taa niyada aad ku hayso xagga ganacsiga marka la fiiriyo ganacsiga wallahi aniga rajoyin aad weyn alaay meeshan hadda amaanta joogo marka bilaabaysan ma aheen maasha Allah ever bay ahayd wax yar baaniyaalay marka bilaabay waxa ku bilaabay waxaan hadda hadaa idintu soo baydhaysi meesha wax lagu bilaabo qofal banorto fiican wax hoos laga soo bilaabo laakiin maasha Allah maanta meesha taagan marka arko waxa dhahaa barina wax ka si weyn ayaa maxayda ku soo socdo alxamdulillaah in waxa garbi ugu siiyay waalidinteeda hooyaday macaan walaaladeeda iga yar Allah qeyr siiyo marba garab taagan iyo dad kale oo maxayda oo soo support gareen markaan business ka bilaabay oo walaale ah qaraabo ah Allah qeyr siiyo ayagana iyo dad kuwa ayagana maxayda idea ugu darsadeen iyo kuwa ayagana sidoo kale maxayda iwaaniyeen ama kuwa maxayda hadda maanta ka samkiyay ayaga waxba ii qabteen moogtahay marka aniga hor gadaalna u noqdo lagamaa hor u baa si socda insha Allah meeshan meel ka sii weynna furaar rajeynaa insha Allah insha Allah annagu ku rajeynaynaa marka gunti gunaanadkii aan soo gaarnay maxaa marka ugu baaqaysa gabdhaha asaagaada ah laga yaabo inaysan shaqeynin qaar kood shaqeeyaan qaab nuuce ah ugu baaqaysa oo leedahay faadumo qudayda okay horta in qofal bilay wuxuu ku awuray talent talent af Soomaali waxa uu dhamaa waxa uu leeyahay xifrad xifrad inay tahay xifrad uu ku awuray in qofal bana maxay ahayday inuu iska ord iska shaqeysto lagama yaabo inuu ilaahay qof uu ku jeediyo ma ogeyn ani gabdhaha walaalay waxa kula talin lahaa meel walba joogaa inaad jeclaa horta macal wiilasha qof aan nacbay ma jiro siiba dhalinyarada waxa kula talinayaa dhamaantood gabdhaha iyo wiilashaba inay shaqeystaan inay dhahan ma shaqo ma taalo waarun shaqo ma jirto siiba Kenya hada wax baritid shaqo ma jirto aniga hada ayn hada ku soo dhaxdar tacliinteeda dugsiga sare oo soo dhameeyay high schoolka hadana waxa akhristaa jaamacad at the same time ina shaqo helo warajeena laakiin ahil doona ma ogi sababtoo dadka degree geysta ayaa banaanaha taagan waxba hin marka dadka waxa kula talin lahaa hadii awoodaan waxa bartaan waliba gabdhaha hana shaqeystaan meel shaqo ka keenan shaqo xaraan bisa iska ilaaliyaan shaqo kale u banaan oo wax banaan kale dhigana ceeb ma hada gabdhaha banaan wax ku iibiyaan waa anaga amal sidoo kale gabdhaha wax wareejiyaan waxa dhan waa shaqo un waay bari ka maalin meel bay ka soo baxayaan marka waxa kula talinaya gabdhaha walaalada iyo wiilasha dhalinyarada walaalada oo guriga iska wada fafadhiyaan oo ku haya shaqo malahan inay shaqo raadsadaan ee fadhi ka kacaan ha noqoto maalinkii inay soo xareenayaan 100 shilin waxaas waa lacag 100 shilin qof bilaash kugu siinaa ma jirta maanta la taaganay marka hala shaqeysa Allah subhanahu wa ta'ala hala tala saarto wax walba la sameeynaayaan Allah ha lagu xiro oo Allah u horeeyo cabsida Allah u horeeyso hana la dadaalo Ilaahayna hala baryo Ilaah daa bartid meesha taaganta uu maxay ahayd aa barisid meel wanaagsan uu ku gaarsiinaa waalidiintana baari ha loo noqdo macaasidana hal iska ilaaliyo marka insha Allah waxa uu rajaynayaa guul dhalinyarada dhan Soomaaliyeed meel bay joogan waa maasantahay Faadumo marka laga yimaado baaqada ah in gabdhaha Soomaaliyeed sidaadoo kale u shaqeystaan waxa xusid mudan inaad adigoo ganacsada haddana wax baratid waqtigsi nuucee marka ku qaadataa ama iskugu keentaa inaad xillina shaqeyso xillina jaamacadda aado horta meeshan waxaa furay last year 2022 May ba furay 19 markaa furayey waan akhrisanayay jaamacadda waan waday weli ilaa haddana waan wadaa marka exam baa ii soo dhaba markaan furay wiiga examka ilaahay qaraasi hooyaday macaan marba garab taagan iyo walaashayda iga yar iyo walaalahay bukuuliga dhamaantood ku iga yar ama maxay ahayd maadaama ay meesha cusuban tahay inaan shaqaale la keeno ma shaqaale qarash uu ka rabaa aan isgarab qaban aan imtixaankayga soo sameynay ayagana way shaqeynayaan meesha si ilaalinay ana markaa ka soo baxo xaafadda ma sii aadayna shaqada imanayo maadaama aan maxay ahayd meesha ani ahoo aan furay oo maxay ahayd oo dad badan aan aqaanay oo ina dadkii taqaanina way keentay waa inaan mar walba waqtiga badan oo heysa inaan siiyo waaye marka haddana waan wadaa morning classes akhristaa waan aadaa markaan ka soo baxo duhuradii shaqada hor u imaadaa markii ii jirina shaqadan joogaa oo hooyo caawiya
iyo walaaladii kuwa iga yar yar marka dadka yaa la dhihin wax baan baranayaa ma shaqeyn kari adoo wax baranaysa shaqeyn kartaa adoo adaad wax barasho rabina waa shaqeysan kartaa marka isku wada dhila wax barashada dhanka diinta ay ahay maamina aydana la barto ma sha Allah aadan kaaga macallinna Faadumo Axmed ay ahayd taasi oo inoo warbixinaysay ganacsigeeda iyo wax barashadeeda adam aan soo booqanay xarunteeda aan ku soo booqanay telefishin qaranka Soomaaliyeed ku soo booqday aadi aadan kugu mahadcelinayna waqtigaada qaaliga ah iyadoo lagu jiro xilli Ramadaan xilli shaqo waan kaaga mahadcelinayna waqtigaada qaaliga ah inoo hortay wa maadsan tahay ma idinka mudan insha Allah dhamaantiin bismillaah afur wanaagsan Ramadaan Kariim waxaan halkan ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena aha Ramadaanka iyo dunida xalqadiisi aan uga hadlaynay howlaha ee qabato Faadumo Faadumo afurka noo diyaarisay aad ay u mahadsan tahay waxaan idinkaga tagaynaa sidaas ay nabadgelyo afur wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh Got that.
كاي